يا هلا والله بالجميع، معاكم الوجيه. تريلر جارديان اوف ذا جالاكسي نزل، قضيه تريلرات الاسبوع هذا الظاهر، حتى شخبار هوليوود متاخر شويه. جارديان اوف ذا جالاكسي الجزء الثالث بالتحديد، يعني او حراس المجره. وللامانه سلسله جارديان اوف ذا جالاكسي اشوفها واحده من افضل السلاسل اللي قدمتها مارفل. الميديا فيها حلوه، الاكشن فيها حلو، العالم نفسه والرحله في الفضاء مره جميله. عشان كذا فيلم جارديان اوف ذا جالاكسي الجزء الثالث والجزء الاول والجزء الثاني تعتبر من افلام المفضلة صراحة في عالم مارفل. انا ما ابغى اكثر عليك كلام عزيز الوجه، اشترك لي في القناة وحط لي لايك للفيديو لو عجبك، تعال تابعني مواقع التواصل الاجتماعي وديسكورد وقناة تلعب، كله موجود في صندوق الوصف. حلو بغيت اكل لساني من كثر ما انا سريع، ما بطول عليك. اوكي، جاردين اوف ذا جالاكسي فوليوم 3 12 مليون مشاهدة، التريلر طبعا نزل امس، 12 مليون مشاهدة في يوم واحد، which is رقم مرة طبيعي في عالم مارفل وبالتحديد في جاردين اوف ذا جالاكسي. 491 الف لايك. اوكي فول سكرين، فول اتش دي، نو سبتايتل، ولا خلي السبتايتل نحتاجه. اوكي يلا يا كريم، بسم الله. We were gone for quite a while. But no matter what happens next. وال يا السفينة، شايفين البيوت قديش؟ ديم السفينة مقارنة. Galaxy still needs its guardians. Hello, we come in peace. اقلبوا ايش الالينز ذا الكيوت. لا يا نكبة، لا يا نكبة. لسه شو اسمه بيتر قاعد يقول We come in peace، لقد جينا في سلام، نتف أم الطفلة. يا دراكس، طبيعي. يا رب ما نلقم كوبي رايت بسبب الأغاني. What? Don't forget. Okay. Where are we him from? لا يكون. إي والله. اوكي اعتقد، انا والله شوفوا زي ما قلت لكم في الكوميكس وكذا ما اقرا صراحه، فما عندي اي خلفيه ايش هي ايش ممكن يكون ماضي روكيت. فواضح انه كان، لا في الجزء الاول جابوا كانه عليه كذا في تجارب في ظهره، في اشياء كذا صارت ما هي طبيعيه عليه، فيبدو انه كان حيوان راكون طبيعي وجروا وسووا عليه تجارب وصار زي ما وضعنا الحالي او زي ما وضعه الحالي. We have been running. ها؟ وات؟ هي معاهم من البداية؟ هي ما يا ابويا جمورا عشقت هي؟ ها؟ شلون؟ اوكي، لحظة. جمورا جات من سافرت عبر الزمن، اوكي، جمورا القديمة ماتت، انتهى، دان. ثانوس ضحى فيها عشان ياخذ الحجر. بعدين لما سافروا عبر الزمن في اند جيم، جومورا جات مع جيش ثانوس من الماضي الى المستقبل، صارت عايشه، بس هي ظلت معاهم يعني ما راحت. والله ما ادري صراحه، الموضوع مثير للاهتمام يا اخوان. هذا ويش بيتر، ايش صار لك؟ ولا هذا بيتر. Pete, I'm done running. Okay. والله ماني قادر، يعني جالس احاول افتكر في انت جيم، هي لما ايرون مان سوى السناب واختفى جيش ثانوس، هل اختفت معاهم ولا لا؟ بحكم انها جايه مع ثانوس، افترض انها اختفت. هو ذا فك از شي، ما ابغى اقعد اقول عالم موازي والكون الموازي لاني طفشت صراحه، طفشت من كل مره اقول عالم موازي ويطلع خراط، اقحمونا في العوالم الموازيه واخر شيء ما في شيء. طيب سو ما ادري نشوف.
ايش المكان الغريب ذا؟ One last time. معقول الجزء الأخير ذا؟ أنا قادر أربط الفكرة في راسي بس ماني قادر أفتكر مين. يختي افتكرون في Guardian of the Galaxy الجزء الأول في شعب كذا كان لونهم ذهبي، ها؟ في شعب كان لونهم ذهبي كذا، كانوا يبغوا يصنعوا ويخلقوا شخص علشان يحميهم. وقالت يا الله أعطيني، يا الله ذكرني، يا الله إيش، والله ماني قادر أفتكر. آدم، آدم، بس آدم إيش؟ ماني فاكر. آدم صح، قالت آدم، آدم هذا جالس على الكرسي كذا وقالت آدم عشان يحميهم بس من Guardian of the Galaxy، لأنه صار فيه سوء فهم، فواضح أنه يا آدم obviously. إيش فيه، إيش في قروت كذا منتفخ؟ إيش ذا يا أبو؟ ذا مو قروت، شكلهم طفشوا من السجاية قاموا لبسوا بدلة وخلاص. إيش الهبل ذا؟ ما عجبني شكل قروت والله، شكل قروت خبل. رجعوا لنا قروت، أي أنا متصرف حتى لو ترجعوا لنا الكبير، بس أهم شيء يكون شكله المعروف. دراكس رهيب صراحة. أنا في البداية صراحة المشهد هذا جاء على بالي إيش، إنه أوه إنهم جوا عند البشر، يعني في مدينة البشر، بس إيش يبغوا؟ It's look like بشر صراحة المنطقة، بس إيش اللي صار هنا؟ بوم طلعوا مخلوقات فضائية. ما هم فيا ما هم بشر. غير كذا توقعت إنه أحجامهم ممكن تكون صغيرة، عشان كذا الطائرة هنا باينة مرة كبيرة، قلت ممكن هم المخلوقات ذول اللي صغار، بس لا، يعني لما وقف قدامهم بيتر يا طلعوا في نفس حجم البشر بس على أشكال مخلوقات فضائية. anyways ماني عارف ليش فيه ناس فضائيين يعيشوا حياة شبيهة بحياة البشر جدا، فما أدري إذا هذا هل هو فعلا في كوكب آخر ولا كون موازي حيث البشر فيه عبارة عن أدنو صراحة شوية تحريات على السريع. زنت على الصغيرة دي، ضعيفة الله، الله يكسر يدك يا داركس يا دراكس. الصوت يا عيال، الصوت. الى الان الامور طيبه ترى، وي كام ان بيس، جئنا بسلام، والبنت تلعب معهم اختبار السلام. نكب امه ايش رسب في دراكس بوش، والله يعطاها واحده نو دان. اتوقع انه ذا بيكون اوبننج سين، انه هذا مشهد افتتاحي للفيلم، ما اتوقع انهم بيطولوا في ذا الكوكب، يعني واضح انهم جايين لغرض كذا سريع افتتاحيه وخلاص. طيب خلينا نشوف ايش نقدر نطلع من الحوارات. مانتس قاعد تقول دونت فورجيت، واضح انها تكلم بيتر غالبا، او انها ممكن تكلم روكيت. وي وير وي كيم فروم، سبويلر اليرت اللي ما تعرفونه، بيتر او كويل طلع اخو مانتس، انه ابوهم هو الكوكب ايجو. حلو، اعترفت له في فيلم Guardian of the Galaxy الخاص بعطلة الكريسماس، فكانت مفاجأة صراحة غريبة، بس يا she is his sister، وانبسط يعني بيتر لما دري بالخبر ذا، فشوفوه في الفيلم يعني ما هو حرق كبير يعني، لأنه ظهرت العبارة في بداية الفيلم. anyways فمانتس تقول له don't forget غالبا where we came from، غالبا تتكلم عن، غالبا تتكلم معه على انه اخوها، فاهمين انه اوه اخويا حاجة زي كده. بس واضح انه روكيت عنده ماضي حزين يا عيال، يا اخي ما قد شفت روكيت كذا بجانب درامي مرة عميق زي اللي انا قاعد يشوفه في التريلر، شوية يحضن مخلوقات، الظاهر انه يعني ممكن مروا بنفس التجربة في مشهد هنا لهم، يحضن مخلوقات يعني حيوانات، والله انا ماني خبير باسماء الحيوانات صراحة، بس حيوانات من الهرجة دي، واضح انه مش مروا بتجربة مشابهة. ففي لحظة درامية حلوة هنا الروكيت، هنا كأنه قبل ما يتم عليه التجربة، غالبا تمت عليه التجربة زي ما تكلمنا. We have been running all. ما في الكلام، ما يعني ما راح نقدر نحلل منه شيء ونطلع منه بفايدة كثيرة، بس غامورا كيف رجعت؟ سؤال فلسفي وجودي عميق جدا. اللعنة شلون رجعت؟ إذا ما هي من كون موازي مستحيل تكون غامورا الحقيقية، لأنها ديد، واللي يموتوا بتضحية علشان الحصول على الحجر
مستحيل يرجعوا، لأنه لو بترجع معناته حيرجعونا كمان نتاشا، فما أتوقع أنه راح ترجع لأنه هذه الفكرة يعني. فا it's interesting. قولوا لي إن شكل جروت مو عاجبكم زي ما أنا شايفه، مرة غريب، مو عاجبني صراحة، مو عاجبني غريب. فمن بداية تريلر يقولوا إنه إيش وإحنا نهرب وإحنا مدري إيش، فروكيت قاعد يقول I'm done running، يعني خلاص طفشنا من الهرب، we should fight، لازم نقاتل غالبا يعني. بعد ما أتوقع الكوكب ذا غريب، الكوكب ذا غريب إيش ذا، تحس كده لحم مفروم. هذه مين هذه؟ ماني داري مين صراحة، ماني قادر صراحة، ماني قادر. لمحة سريعة. طيب واضح إنه كوكب اللحم ذا غالبا أتوقع إنه ذا الكوكب الغريب اللي زي اللحم هذا، واضح إنه سجن. يكون كوانتوم؟ معقول كوانتوم؟ معقول يكون كوانتوم؟ والله ما أدري، جاهز. بس anyways المكان ذا كأنه سجن، لأنه لو تشوفه هنا في نفس المخلوقات وكأنهم قاعدين يخرجون من سجن. ممكن رحلتهم هذه، نزولهم من المركبة الفضائية ذي، هذا المشهد كانوا رايحين علشان يخرجون أحد من السجن ويقوموا بمهمة معينة، فوصلوا وانسجنوا وصاروا بعدين يبي يخرجوا. alright where lands are green and skies are blue. واه أنا قاعد أترجم الأغنية، الله إني سكران. يا حياتي يا روكيت يا عيال، والله شوفوا في 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 جانب درامي، اتوقع في جانب درامي بيكون كبير لروكيت في الفيلم ذا. غالبا روكيت راح للمكان اللي كان يتربى فيه هو صغير قبل ما تتم عليه التجارب، وقابل أحد من أصدقائه. هذا التحليل المنطقي الحالي. آدم إيش؟ إنه مدري إيش، خلونا نصنع آدم أو نخلق آدم أو شيء زي كذا. بالله شوفوا يا أخي جروت، يا أخي ما هو كذا. بس شوفوا يعني تحسوا إنه أكيد ما يحتاج تحسوا، جمورة ما هي واضح إنها مستجدة، بس كيف بتنضم لهم يعني، وكيف وهل راح ترجع علاقتها ببيتر ولا لا؟ I don't know. يا صراحة مثير للاهتمام، تريلر مثير للاهتمام ويبشر بخير صدقا يعني. طيب الفيلم قادم يوم 5/5/2023، يعني بعد تقريبا 6 شهور حاجة زي كده. خلينا نشوف التعليقات، ممكن نقرأ تعليق. The fact that we know this will be the last، بيكون آخر فيلم Guardian of the Galaxy with all the original character make this 1000 times more heartbreaking. أحد من التعليقات اللي ماخذ لايكات كثير يقول إنه فكرة إنه ذا بيكون آخر فيلم ل Guardian of the Galaxy ومع ذلك قدروا يجمعوا كامل الطاقم في نفس الفيلم، فكرة حزينة ومثيرة للاهتمام في آن واحد. أتفق معك أخي. بالله دقيقة، والله جاني فضول أعرف إيش اسم هذاك. آدم وار مو هو؟ ها اي والله. طيب يا رب يجيبوا امه او عشيرته. اي يس، شكرا لك. هذه مين افتكرها؟ في فيلم جاردن اوف ذا جالاكسي الجزء الاول قالت خلونا نخلق او نصنع ادم علشان يحمينا، وياب هو ذا ادم. يس افتكرت اسمه، بس ادم وارلوك جديد علي صراحة. واضح انه فعلا اللي فاكره انا ادم فقط. حلو صراحة، مثير الاهتمام شكلا وتصميما، ويبدو انه بيكون one of the villain اذا ما كان المين فيلن، او اذا ما كان الشرير، او على الاقل العدو، مو شرط يكون شرير يعني، انه ترى في النهاية ذولي شعب يعني، اللي فهمناه انهم شعب ضعاف الله ما كانوا يدوروا مشاكل، بس حصل سوء فهم بينهم وبين جاردن ذا جالاكسي وحاسوا ام الدنيا. يب حماس جاردن ذا جالاكسي واحد من اكثر الافلام اللي انا متحمس لها طبعا، بعده اكيد او في نفس الحماس انا متحمس لفيلم اينتمان، ومتحمس لفيلم افنجرز الاول والثاني اللي بتكون ضد كانغ ونهاية المرحلة او المعركة الكبيرة
دي الافينجرز الجدد. الله يعطيكم الصحه والعافيه يا جماعه. لايك الفيديو لو عجبكم، اشتركوا في القناه لو كنتم مشتركين، وفعلوا جرس التنبيهات على طريقكم. تعالوا تابعوا مواقع التواصل الاجتماعي والديسكورد وتويتش وقناه الالعاب للترفيه والميمز والالعاب وغيرها من الاشياء الترفيهيه برضو في صندوق الوصف. كان معكم الوجيه، اشوفكم في الفيديو القادم.